أسعد الله مساءكم بكل خير متابعينا ومتابعي طقس العرب في الأردن. نهار اليوم سادت أجواء مستقرة وهبت الرياح الشرقية التي زادت من الشعور بالبرودة. درجات الحرارة كانت منخفضة أقل من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام. خلال الساعات القادمة يتوقع أن تنخفض أيضا درجات الحرارة بشكل كبير خلال ساعات الليل، تحديدا لتكون حول الصفر المئوي إلى ما دون الصفر المئوي في بعض المناطق، ويعود ويتشكل الجليد والصقيع من جديد. توقعات الجوية للعاصمة عمان خلال هذه الليلة: يسود طقس بارد جدا درجتين مئويتين فقط، الملموسة 3 تحت الصفر والرطوبة منخفضة، أما الرياح تكون شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة. تفاصيل حال جوية المتوقعة اليوم غد في باقي مناطق المملكة. نبدأ بالمنطقة الشمالية: إربد 11 إلى 4، عجلون 9 إلى 4، جرش 10 إلى 4، والمفرق 10 إلى 2 مع نشاط في سرعة الرياح الشرقية التي تزيد من الشعور بالبرودة. المنطقة الوسطى: البلقاء 10 إلى 4، مأدبة 9 إلى 2، عمان 8 إلى 2، البحر الميت 19 إلى 9، والزرقاء 10 إلى 2. المنطقة الجنوبية: الكرك 10 إلى 2، الطفيلة 11 إلى 5، الشوبك 9 إلى 3، معان 11 إلى 2، والعقبة 23 إلى 15 درجة مئوية. المنطقة الشرقية: الأزرق 12 إلى 1، الصفاوي 12 إلى درجة تحت الصفر، ورويش 12 إلى 0 درجة مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء.